نهاد، احنا دايما بنتكلم على اب بيخطف ابنه او بنته، وبنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه لو كانوا صغيرين. هنا القصه مختلفه تماما. مختلفه تماما، يعني في الاحوال الشخصيه طبعا لا يجوز انه اي حد يمنع الطفل من الاتصال بابوه او امه، يعني سواء الام تمنع الطفل انه يتصل بابوه، ده جريمه الحقيقه، او ان الاب يخطف العيال علشان يضغط على الام او يمنع العيال انها تشوف الام، حق الرؤيه والحضانه ده حق للاطفال، لا يجوز ان حد يعمله، ولازم نبقى في منتهى الصرامه في الحق ده بنظام حمايه للطفل في النظام او مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد. لكن بيبقى فيه درجه من التراخي علشان بيقول لك ايه، دخلة فات شخصيه او دول اطفال او بتاع، ولو ان ده مش صح، ولازم نشتغل على موضوع الاطفال المخطوفين ده، لان لا تتخيلي من بعد موضوع نوره دي جالي كميه يعني حالات لاطفال مخطوفين غير طبيعيه، يعني ارقام مخيفه، ويقول لك انا عندي حكم ومش عارف انفذه، اصل انا بروح ومش بلاقي الشخص ده. لازم نشتغل عليه، وانا متاكده ان معالي وزير الداخليه لما هيتعرض عليه الملفات دي هيبقى فيه اجراءات تانيه خالص.